أهلا بكم إلى هذه التغطية الخاصة والمباشرة لتطورات الوضع في الجزائر وهذا الحراك الشعبي الذي يأخذ بعدا متصاعدا ومتعاظما ككرة الثلج يكبر بشكل لافت. اليوم تطورات لافتة، أقدم حزب معارض في الجزائر الأفافاس يسحب برلمانيه من مجلس الأمة ومن المجلس الوطني الشعبي في تطور لافت اليوم، كذلك انسحاب مدير حملة المترشح علي غديري اللواء المتقاعد مقرنية العربي المحامي، تطورات أيضا لافتة في عدة قطاعات، نقابات مستقلة في قطاع التربية تصدر بيانا وتلتحق بهذا الحراك الشعبي وتدعو إلى إضراب وطني يوم الأربعاء 13 من مارس مرفوقا بمسيرات شعبية سلمية عبر كل الولايات على الساعة 10 كما جاء في البيان. نقابات الصحة كذلك المستقلة تلتحق بهذا الحراك، منظمة المجاهدين كذلك، تطورات لافتة وما يشبه انشقاقات داخل النظام، منظمات محسوبة، وجوه محسوبة حتى على النظام، في مقابل تطورات أيضا لافتة في جنيف. صحيفة سويسرية تنقل اليوم ربما ما يمكن وصفها الشهادة الطبية المثيرة للجدل لبوتفليقة، تقول بأن صحة بوتفليقة ليست على ما يرام، حياته مهددة بشكل دائم، وأنباء غير مؤكدة. مواقع تنقل، موقع مغربي ميرجو مثلا ينقل قبل لحظات بأن بوتفليقة ربما في طريقه إلى الجزائر من جنيف. طبعا هذا المستشفى كان هذه الأيام هدفا لاتصالات كثيرة من الجزائريين، تحول إلى انفجر مقسم الهواتف ستوندار مستشفى الجامعي، المستشفى المفروض الحكومي أو العمومي بالأحرى في جنيف الذي لجأ إليه الرئيس بوتفليقة أو تم نقله بالأحرى وحضور عائلته هناك. موقع أو قناة فرنسية تصور شقيقه عبد الناصر هناك، وتساؤلات كثيرة في وقت يعالج بوتفليقة في مصحة أو في مستشفى عمومي، أسئلة كثيرة تطرح، لماذا فشل في 20 سنة من الحكم في بناء مستشفى عمومي بإمكانه هو والجزائريين العلاج فيه. والتقارير طبعا في الصحافة العالمية اليوم تواكب هذا المشهد الجزائري. صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، حجم الاحتجاجات يربك النظام في الجزائر، ومجلة لوبسيرفاتور الفرنسية تواصل فيما اعتبر ربما استهدافا لافتا لبوتفليقة ومحيط بوتفليقة وعائلة الرئيس بوتفليقة. لوبس تتحدث تقول في عنوان لافت كذلك، هؤلاء هم أمراء النظام، تصفهم نعم هم أمراء النظام الذين يحكمون الجزائر ويتمسكون ببوتفليقة. معلومات لافتة كذلك في هذا، والحراك الشعبي يتواصل وتتواصل بشكل لافت مسيرات الطلبة في كل أنحاء الجزائر. نتابع جانبا من مسيرات الطلبة في سطيف ثم نعود ونفتح النقاش. خاوتي كما راكم تشوفوا الطلبه راهم هنايا، جامعه الهضاب ترفض رفضا قاطعا النظام والعهده الخامسه، رفضا قاطعا ان النقابات الطلابيه لا تمثلنا، لا تمثلنا، لا تمثلنا. نحن نريد
الحرية للجزائر، نحن نريد الحرية للجزائر. ديجاج سيستم كومبلي، ماشي غير بوتفليقة، ماشي غير سعيد خو، ماشي غير روحية، سيستم كومبلي ضد الفساد. رانا نقول لكم أخطونا، أخطونا برحمة الوالدين، أخطونا أخطونا ما نديروا في والد. سيستم كومبلي يقول هذا الطالب، أخطونا ديجاج. ينضم إلينا بداية عبر الهاتف من الجزائر محمد الحاج جيلاني، الأمين الأول لجبهة القوى الاشتراكية. سيد محمد الحاج، انسحبتم اليوم من مجلس الأمة ومن المجلس الشعبي الوطني، لوضعتنا في صورة هذا القرار. مساء الخير عليكم، نحييك ونحيي مشاهدين قناة المغاربية اليوم. وأنا أسمع لهذا الشاب، أكيد أن السخط الشعبي ضد هذا النظام، هذا النظام الذي سير البلاد منذ 62 إلى يومنا هذا وقد فشل. هذا السخط الشعبي ضد هذه السلطة. اليوم الأفاس قرر أنه يسحب أو انسحاب النواب نتاعو من مجلسي المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة. هذا الانسحاب هو استجابة لرغبة الشعب للحراك الشعبي والتجنيد السلمي للجزائريين والجزائريات من أجل تغيير النظام برمته وبناء جمهورية ثانية. أكيد أن الأفاس منذ تأسيسه اختار موقعه، فموقعه ما الشعب في السراء وفي الضراء. استجابة أيضا، هذا الانسحاب هو استجابة للطموحات الشعبية الشرعية من أجل العيش في جزائر حرة وديمقراطية. هذا المشروع الذي يسعى إلى تغيير الجذر للنظام وانتخاب مجلس وطني تأسيسي لإرساء الجمهورية الثانية. طيب، يبقى معنا سيد محمد الحاج لو سمحت. سفيان شويطر المحامي الخبير في العدالة الانتقالية ينضم إلينا. أستاذ سفيان شويطر، إلى جانب الأفافاس ومنظمات أخرى، أيضا موقف لافت من الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين اليوم، يحيي ويثمن الحراك الشعبي، يحمل الاتحاد الوطني المجلس الدستوري المسؤولية التاريخية أمام الله وأمام الشعب لقبول ترشيح الرئيس بوتفليقة لعدم جوازها دستوريا وقانونيا بسبب عدم أهليته من الناحية الصحية، بما يخالف المادة 102 من الدستور والمادة 28 من النظام الداخلي، يطالب باحترام القانون وقوانين الجمهورية. يقرر المجلس تنفيذ أو تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام الجهات القضائية الاثنين المقبل 11 مارس، ويقرر أيضا قرار لافت مقاطعة العمل القضائي على المستوى الوطني وعلى جميع الهيئات القضائية والجهات القضائية لمدة 4 أيام. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية طيبة للجميع. في الحقيقة قبل أن نبدأ أثمن هذه القرارات التي اتخذها، خاصة بالنسبة للأفافاس الذي أخيرا استجاب ليس فقط للشعب، ولكن كانت هناك نشطاء قبل الحراك 22 فبراير طلبنا كثير كثير ولسنوات أن الأحزاب السياسية تنسحب من هذا من التطبيع، سياسة التطبيع مع النظام غير شرعي، النظام القمعي. ولكن الحمد لله بعدما اختار الشعب الجزائري الخيار الاستراتيجي ليس التطبيع وإنما القطيعة التامة مع النظام والمقاومة المدنية السلمية، والحمد لله الآن استجاب الأفافاس للمطالب الشعب. وأتمنى على أن الأحزاب المعارضة الموجودة عند التمثيل في داخل المؤسسات، أتمنى أن يستجيبوا لهذه المطالب. بالنسبة للاتحاد المحامين كذلك، لأن الموضوع متعلق ب دولة لا دولة القانون، انتهاكات خارقة للقوانين. القانون المحاماة الذي يحدد أعتقد في المادة الأولى من مهمة المحامي هو الدفاع عن الحقوق والحريات، وبالتالي هذا النظام أسس على مبدأ انتهاك الحقوق والحريات، وبالتالي أمر طبيعي ومنطقي وأثمنه في الدفاع عن الحريات و يعني نفس الخيار الاستراتيجي الذي اختاره الشعب، وهي القطيعة التامة مع النظام
والخيار هي المقاومة المدنية السلمية إلى غاية إسقاط النظام. وأنت مثلت أحد المواطنين كان واضحا وهو ليس قضية العهد الخامسة وإنما رحيل النظام بكل مكوناته. ابقى معنا سفيان شويتر. نور الدين براري الناشط ينضم إلينا عبر خدمة سكايب كذلك. نور الدين براري على الأرض، كيف يتم تقييم هذا الحراك الشعبي الذي يأخذ بعدا متعاضما يوميا واستعدادات لجمعة مليونية أخرى في 8 مارس الجمعة المقبل؟ السلام عليكم. السلام أخوي. نهار الجمعة إن شاء الله يكون نهار تاريخي كما الجمعة اللي فاتوا، جمعة 22 فبراير وجمعة 1 مارس، وإن شاء الله تكون ما بقناش جمعة أخرى بعد هذه الجمعة، لأن النظام هذا الفاسد خلاص ما بقالوش حتى مواضيع، ما بقالوش أوتيون كما يقولوا. أنا نتكلم باللغة شوية الفرنسية خاطر حنا نتكلم بالدرجة هنا بزاف، ما إلو غاست بي دو في هذا النظام هذا. 40 مليون جزائري فهم وفطن، قعدوا لهم هما كيما يقول سوفون يقولها نكاز، قعدوا 40 سراق، شحال قعدوا 40 فقط، وهاد 40 هذول راهم يستعملوا بالامكانيات تاع الدوله باش يخلعوا في الشعب، يخلعوهم بالشرطه، يخلعوهم بالعسكر، يخلعوهم في النظام السياسي، في النظام تاعهم هما، بعد في النظام تاعهم، العائله تاعهم راهم ضد النظام. في الجيش الوطني، في الشرطة ضد النظام، الجيش ضد النظام، ولكن اليوم قائد اليوم كل الجزائريين ضد النظام. هما شحال؟ هما 40 فقط، 40 ما بقى لهم صاي، ما بقاش. نهار الجمعة نكونوا 40 مليون جزائري في الشارع محسوب. انا ما فهمتش هاد الفهامة اللي عندهم هاد الناس هادو، راهم يشوفوا بلي خلاص ما بقاش، ومازال يجيبوا لنا 6 ملايين تاع لي سيناتور، البوتفليقة ديال لي سيناتور تاع الدوسي تاعو. منين جابوا هاد لي سيناتور 6 مليون؟ وقتاش البلديات تعمروا باش يسنيوا البوت؟ وقتاش تعمروا؟ وقتاش سيدي؟ ما فهمناش. عطونا نشوفوا السيرتيفيكا ميديكال تاع رئيس عبد العزيز بوتفليقه، حبينا نشوفوه، شكون سينياه؟ وشكون هذا الطبيب هذا اللي عمل هذه السيناتور هذه؟ محسوب انا باش نطمن الجزائريين بلي خلاص ما بقى لهمش. يوم 18 افريل شكون راح يخرج يفوتي؟ شكون هو اللي يخرج يفوتي؟ شكون؟ مازال ما فهموش. راهم انا في ظني هذا النظام هذا جهل. هذا ويحيى يقول لهم المظاهرات صباح ممنوعه، كيفاش تقول انت تقدر تقول 40 مليون جزائري ما تخرجش؟ راه تخرجوا كامل، خرجوا، ما فهمتش. يعني طيب. هذا النظام هذا ما يخموش على عائله تاعهم، الحشمه عبد بلي ما يقدروش ما يخرجوا في الشارع يمشوا. طيب خليك معنا لو سمحت نور الدين براري. سيد محمد الحاج جيلاني الامين الاول لسكرتير الاول للاف اف اس، اعود اليك، هل تتوقع أن يحذو برلمانيون آخرون أحزاب أخرى حذوكم في البرلمان، الأرسيدي، الأحزاب الأخرى، حمص، العدالة والتنمية، وينسحبون من البرلمان؟ اليوم صوت الشعب قد داوى في كل ربوع الوطن للمطالبة بتغيير النظام الاستبدادي القامع للحريات. اليوم اكيد أن الاف اف اس منذ 4 سنين هو ينادي الى اكيد الى اجماع وطني وشعبي من اجل انتخاب عن طريق هذا الاجماع الوطني والشعبي، ذهاب الى مجلس دستوري، مجلس تاسيسي وطني تاسيسي لخروج من الازمه والذهاب الى الجمهوريه الثانيه. الاف اف اس دعا في كثير من المرات لما راى ان هذا النظام هو الحاجز، هو حاجز كل ضد كل التغيير، نادى الجزائريين والجزائريات الى التعبير السلمي. اليوم نحن اكيد نحن نثمن التجنيد السلمي للشعب، وكنا خرجنا مع الشعب الى بهذا الحراك، وطالبنا بهذا الحراك، وعلى انه يبقى هذا الحراك الى غايه تحقيق الاهداف الأولية، تغيير الجذري لهذا النظام المستبد الذي يحكم بلاد منذ 62.
اليوم اكيد انه ندعو كافه الجزائريين والجزائريات، كافه الفاعلين السياسيين او الى انضمام الى هذا الحراك الشعبي. الشعب اليوم عيط او نادى كافه الجزائريين، نادى كافه الاحزاب، ما على الا ان الاستجابه الى هذا النداء والانخراط في هذا الحراك وديمومة هذا الحراك، لا كونتينيتي دو سيت ديناميك دو هذا الحراك، هذا لازم يبقى الى غايه تغيير النظام. لانه اليوم نرى بعد ترشح رئيس الدولة لخلافة نفسه يؤكد مرة أخرى أن هذا استهانة بالرغبة الشعبية. أصحاب القرار اليوم يعبرون عن يعني سابق سكيزونوفيا أو فرينيا غير سابقة بتجاهلهم لغضب الشعب الجزائري. طيب. ومطالبه لقطيعة كاملة وجذرية مع النظام، ولا لتغيير أشخاص داخل النظام والاستمرارية. طيب. إذن أصحاب القرار يتحملون وحدة عمر الشرعية، أكيد ينادي كافة القوى السياسية إلى الانسحاب من هذه. طيب هل تطبيق القرار الشرعية. هل تطبيق القرار بأثر فوري؟ خلاص انسحبتم اليوم الافافاس. بالنسبه للافافاس اليوم نداء الافافاس، خلاص الافافاس ما سحب ولا الى روتيري سي بارلمونتير من هذا المجالس، من مجلس الامه ومجلس الشعب الوطني. هذه المجالس الغير الشرعيه، لانه الشرعيه الان اذا كان نتكلم عن الشرعيه هي شرعيه الشارع، شرعيه الشعب. إذا نحن انخرطنا وانضمينا واستجبنا إلى الشرعية الشعبية، وإحنا رانا الآن في الشارع مع الشعب نمشي. طيب على ذكر الشعب، ما ردكم على ما تعليقكم على ما اعتبر المخاطبة لليوم الثاني على التوالي القائد الجيش قائد أركان الجيش قايد صالح عبر بيان لوزارة الدفاع، يقول الجيش سيعرف كيف يكون في مستوى المسؤولية المطالب بها في كافة الظروف، يتحدث أنه الجيش الوطني الشعبي والرابطة القوية بين الشعب وجيشه والتي من فكت تتقوى، مؤكدا على كل خطوة تطويرية وغيرها التي تعبر أو جزء لا يتجزأ من طموحات الشعب. ولكنه يتحدث كذلك عن انتخابات 18 أفريل وضرورة توفير كل الظروف الآمنة لها. أكيد الأفافاس في كل مرة يذكر بالدور والمهام الدستورية للمؤسسة العسكرية المتمثلة في الحفاظ على وحدة الشعب الجزائري، محافظة على سلامة ترابية والأمن الوطني. اليوم إذا كان نتكلمه أنه السلمية، أنه الجزائريين والجزائريات أعطوا درس عبر هذا الحراك، أعطوا درس في الوعي وأعطوا درس في سلمية الحراك السياسي. لذا الآن اليوم على الجميع إلا استجابة لهذه المطالب الشعب الجزائري الذي هو غيور على وطنه. وأكيد أن الشعب الجزائري ما يحافظ على البلاد نتاعه، لأنه عاش مرارا وسنين عاش الغبن وعاش كثير من المراحل في هذه البلاد. إذن ما الوعي الكبير عند الشعب الجزائري والسلمية نتاع الحراك، أكيد إن شاء الله تبقى هذا الحراك سلمي إلى غاية أكيد إرساء الجمهورية الثانية، بناء دولة القانون، دولة الديمقراطية والاجتماعية عبر انتخاب طبعا مجلس وطني تأسيسي المصدر الوحيد للشرعية. شكرا جزيلا لك محمد الحاج جيلاني الأمين الأول لجبهة القوى الاشتراكية. سفيان شميطر عود إليك، ما رأيك في ما اعتبر ربما محاولة استدراك أو تصحيح أو تصويب من الجيش بيان من وزارة الدفاع قايد صالح، كأنه ربما إيحاء أنه لم تفهموا البيان، أنه أمس بدا واضح أنه اصطف مع الجماعة التي تخوف وتهدد الجزائريين بالعشرية السوداء. اليوم يتم الحديث عن الجيش سيكون في مستوى تطلعات أو يكون هناك رابطة قوية بين الجيش وشعبه، والجيش سيعرف كيف يكون في مستوى المسؤولية المطالب بها في كل الظروف.
والله في الحقيقة أمر غريب بالنسبة لتصريحات فريق جيد صالح منذ الحراك 22 فبراير. تصريحات تعوية أكثر من يحيى اللي هو يفترض أن يكون رئيس الحكومة، يعني الكلام العسكر عاد يتكلم أكثر من الواجهة المدنية. سؤال مطروح، هل هناك نحن أمام انهيار الواجهة المدنية للحكم الحقيقي وهو العسكر، لأن أصبح وكأن جيد صالح يتكلم في الموضوع اللي هو شأن سياسي، لأن الممارسة الشعب وش اللي قام الشعب وش اللي دار الشعب، يمارس في حقه، حقه الدستوري، حقه في التعبير بشكل سلمي متحضر، عنده موقف في قضية العهد الخامسة، في قضية تغيير طبيعة النظام. وهل هذا مشكل عسكري؟ هل هذا مشكل أمني؟ هل هذا مشكل يعني عسكري اللي تخلي ربما المدير العام للأمن الوطني يقدر يتكلم، ربما وزير الداخلية يتكلم؟ هل هنا نحن في حالة الحرب؟ هل احنا نحن في حالة الطوارئ أو حالة الاستثناء يعني تاديكسيبسيون؟ يعني أمر غريب في حقيقة الأمر، يعني وهذا هو السؤال، وينه البرلمان تحم؟ أين هو البرلمان؟ أين هو الذي يمثل أغلبية الشعب؟ إذا كان حقيقة أن البرلمان الشعب انتخبه، يفترض أن البرلمان أو رئيس البرلمان الذي أهان الشعب وأهان الناس يفترض هو مستمد شرعيته من الشعب، قادر هو يتدخل يتكلم مع الشعب، يخرج للشعب. رئيس الحكومة إذا كان يعتقد نفسه أنه جاء من عن طريق الأغلبية المنتخبة من قبل الشعب يخرج إلى الشعب ينتخبه، الشعب يطالب في أمور يروح يعالج. أما أن يجي واحد عسكري يتكلمنا في موضوع ما هوش متعلق بأمر حرب، مناش في حالة الحرب، أمور سلبية، أمور واضحة، مانيش عارف التحليل. أنا حسب رأيي وكأن المنظومة الواجهة المدنية تاع السلطة الحقيقية الفعلية هو العسكر، والواجهة المدنية أصبحت تنهار. هناك فراغ من الواجب المدني. طيب ما رايك انه الجيد صالح كانه الامور ماشيه وكان هناك ما يسميه غور عجز ديمقراطي مستمر، انتخابات، فيما الشعب يقول لا، كنا نستمع الى شعب جزائري كفى، لا لبوتفليقه لا لمنظومه. الجيد صالح يتحدث انه التزام الجيش واستعداده الكامل لتوفير الظروف الامنه وحياده لاداء الشعب الجزائري واجبه وحقه الانتخابي. إيه حكاية المعزة ولا طارت؟ يعني الكل متخذ موقف، يعني من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق، الكل متفق به في هناك أزمة للشرعية، هناك رفض قاطع، هناك قطيعة الشعب مع المنظومة الحكم، وهو يتكلم على العكس وكأن هناك انتخابات. لا تكون هناك انتخابات، لا توجد انتخابات. الشعب تجاوز المادة 102، تجاوز قضية الشغور منصب رئيس الجمهورية، تجاوز قضية الانتخابات، تجاوز أصلا حتى قضية الدستور. الآن خلاص مع قطيعة في النظام، الآن يريد أنه النظام يرحل، مع النظام أنه يبادر مع القوى الشعبيه اللي عندها التمثيل، انه يبدو يروا كيفيه تسليم السلطه، لا اكثر ولا اقل. لان ما نراه، وانت في المقدمه تاعك تكلمت، هناك نوع من بولاناج، يعني هناك نوع من التطور في التصعيد في وهو مازال سلمي في حقيقه الامر، ولكن هنا المحامين دخلوا. هناك كذلك بيان تاع النقابات العمال الذين يطالبون او ينادون باضراب عام قد يشل كثير من القطاعات. هناك نوع من التصاعد في حدة المطالب الفئوية من المجتمع الجزائري. طيب يبقى معنا سفيان شويطر، نوف الشكاوي عضو تنسيقية البطالين. نوف الشكاوي، كنت من أول الخارجين قبل حتى هذا الحراك في 22 فبراير منذ إعلان ترشح بوتفليقة. لافت أنه هذا الحراك وهذا الهبة الشعبية تأخذ بعداً متصاعدا يعني ولافتا، يعني كل القطاعات. اولا الجانبية وجل المستمعين، نعم، يعني كما قلت قبل، نحن نعيش الحلم الان، هو الحلم تاع الوعي الجماهيري والوعي الشعبي، الذين يعني انتظروا حتى سياسية او نخبة ولكن لم يحسوا بالخطر. يعني الشعب الان هو اللي كان على حق، السلطه كانت على خطا، ومعظم الناس يعني كانوا على خطا لانهم كل التزموا واحد مسافه الامان على المواطن، ولكن المواطن والشعب الجزائري خرج وعبر. الو تفضل نوفل. الو
نوفل تفضل نسمعك. تفضل. لا وخرج وعبد يعني وحنايا الان في منحه تصاعديه يعني حنايا الان ننتظروا بالجمعه ونسميوها جمعه الفصل. وهي الجمعه اللي راح نهدم المرحله الجديده. الان كيف هو الحالي كيف ان هذا الحراك يستمر ويستمر الى سقف مثيرة تلبي المطالب الجماهيريه كما تقصد الاخوه المتدخلون. الشعب الان لم تعد تهمه العهده الخامسه او تهمه يعني مطالب اللي قاعده تقدم فيها السلطه من حين لاخر وهي تعتبر تنازلات صغيره بالنسبه للملايين التي خرجت وانتفضت. ومعظم الولايات كان شعارها واضح لم تركز على العهده الخامسه ولكن دخلت في صلب الموضوع اللي هو المنظومه والاشكاليات القانونيه والاشكال القانون التي اخذتها العصابه الى غير منحاها اصبح لا نعيش دولة القانون. وبالتالي هنا التفكير الجدي اللي راح يكون هو كيفاش الحفاظ على هذا الحراك وعدم سرقته من اطراف وتركه في الطريق الصحيح حتى ياتي بالنتيجه المنشوده وهي احقاق دوله القانون والعداله الاجتماعيه. يعني الان في الشعب كسر حاجز الخوف واثبت بانه سلمي اقصى درجه ومستحيل راح يتنازل على هذا المطلب والمكسب اللي يفتكه واللي هو حق التظاهر السلمي. وطوال صفحات كانت السلطه في كل مره تستخدمها كبعبع لاخاف هذا الشباب ولا هذا الشعب ولكن الان الشعب قال كلمته وفصل. بقات الان في المحطات يديها والاتجاهات. احنا الان يعني نبني مجموعه من شباب ناشطين وكذا لا نفكر في المرحله هذه فقط ولكن نفكر في كيف ترجمتها وبنواطها. ما نقدروش نخليو الشعب تائه. طيب خليك معنا نوفل لو سمحت تبقى معنا. سيده زبيده عسول رئيسة حزب الاتحاد من اجل التغيير والرقي تنضم الينا. زبيده عسول انضمت الى الشعب مثل ما فعل اليوم اوكرانيه العربي بالانسحاب من حمله علي الغديري. مساء الخير سي جمال ومساء الخير للضيوف الاخرين ولكل مشاهدي قناه المغربيه. اولا انا لم افترق عن الشعب لانه انا في الخرجات من اول الخرجات حزب الاتحاد من اجل التغيير والرقي وحركه مواطنه التي انتمي اليها كنا في الحراك الشعبي ودعونا الى الحراك الشعبي. ولعلك تتذكر سي جمال انه في شهر سبتمبر الماضي انا كنت درت حصه مع قناه في الجزائر وقلت سيخرج الشعب الجزائري في 48 ولايه بتظاهرات سلميه وحضاريه. اذا هذا كان متوقع ولكن القطره التي افاضت الكاس هي تحدي السلطه للشعب واستفزازه بتقديم ترشيح رئيس مريض غائب عن البلاد وخرق القانون وتقديم ترشيحه بطريقه تتعارض تماما مع قانون الانتخابات ومع الدستور ومع الاخلاق ومع المسار السياسي. اذا احنا البارح درنا بيان مشيون درناه البارح لانه اجتمع المكتب السياسي في دوره غير عاديه بالامس لاننا شاركنا في كل المظاهرات السلميه والحضاريه اللي تمت في الجزائر العاصمه على غرار باقي مناطق الوطن. وحقيقة ما نقدروش اليوم كنا نتوقع باللي بعد التظاهرة تاع أول مارس أن النظام سيفهم الدرس وأنه لن يتجرأ أنه يقدم ترشيح الرئيس الغائب أمام هذا الشعب الذي قال كلمة الفصل. لكن استفزاز السلطة ونكرانها للواقع وتحدي رأي الشعب وسيادته جعلنا أننا لا يمكن أن نستمر في هذا المسار الذي هو من الناحية القانونية مشوب بكل الخروقات القانونية المعروفة. وأنا سبق في قناتكم بعد المغاربية في العديد من المشاركات تاعي وين أشرت إلى كل الخروقات القانونية اللي ترتكبها السلطة. لكن الآن خرج الشعب ولا يمكن لأي عاقل اليوم أن يتخندق في صف آخر غير صف الشعب. وبالتالي قرارنا كان أمر طبيعي وعلى هذا المكتب السياسي خذا قرار وطلب من كل المترشحين ليس فقط المترشح علي الغديري أن ينسحبوا من الانتخابات الرئاسية لأن هذا المسار يرفضه الشعب ولا يثق فيه. ومن ثم هذا هو موقفنا السياسي الذي عبرنا عنه بالأمس في الذي نشرناه أمس.
ولكن هناك من كان يقول انه ربما الذي انه اعطى اطال او اعطى ربما حججا وتبريرات لهذا النظام في المضي في قصه الانتخابات بالترشح لها او بالانخراط فيها، وفقط في اللحظه الاخيره عندما تم التاكد انه بوتفليقه ترشح تغير الموقف. هناك من كان له موقف من البدايه ان القصه مرتبطه بمنظومه باكملها بكل وجوهها بكل اجنحتها وليست متعلقه برجل مريض يراد ترشيحه وليكون واجهه لمجموعه ظل. بالتاكيد سي جمال حنا سبق وقلناها وربما راك تقدر ترجع حتى التدخلات تاعي في كل القنوات التلفزيونيه، حنا عمرنا ما قلنا باللي مصير البلاد مرهون فقط بالعهده الخامسه، ولكن قلنا العهده الخامسه بالذات هي عهده استفزازيه للشعب. لماذا؟ لان الرئيس الجميع يعلم بانه مريض منذ 2013 وانه لم يتكلم مع الشعب منذ 2013، وقلت انا شخصيا بان العهده الرابعه كانت عهده بيضاء اضاعت الفرصه على الجزائر واوصلت البلاد الى انسداد سياسي وتدهور اقتصادي واجتماعي، لكن 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 كنا نعتقد بان الموجودين في بعض مؤسسات الدوله سيحتكمون الى العقل وسيحكمون العقل وسيرفضون تقديم الرئيس بوتفليقه في عهده خامسه وسيذهبون الى الاصلاحات التي نحن نطالب بها. طيب. منذ تاسيس الحزب في 2013 وهنا هذا يدفعني هنا بقطيعه مع النظام وتغيير نظام الحكم وقواعد اللعبه السياسيه بما يحقق دولة القانون ودولة المؤسسات والخروج من النظام أو الحكم الشخصي. هنا هذا يدفعني إلى سؤالك بشكل أساسي على موقف قائد أركان الجيش للمرة الثانية اليوم يخاطب الجزائريين بين قوسين. لا أعتقد بأنه اليوم قائد الأركان يتدخل في الخطاب السياسي، هذا أمر غير مقبول، ونحن كنا نطالب وما زلنا نطالب أن الجيش نحترمه كمؤسسة دستورية ولكن عليه أن ينسحب من اللعبة السياسية. فالمشاركة في توجيه خطابات في هذا الحراك وفي هذا الظرف بالذات وفي هذه المناسبة بالذات هذا تدخل في العمل السياسي، لأنه المفروض نحن نعلم بأن الرئيس غائب وليس من اليوم منذ 2013، واليوم من حل محل الرئيس أي السلطة السياسية المفروض أن يحل محله الحكومة، الوزير الأول، الوزراء الأعضاء في الحكومة، لكن الحكومة صامتة، الحكومة لا تتكلم، الوزير الأول لا يتكلم، وزير الداخلية لا يتكلم ويتكلم قائد الأركان. من جهة أخرى يعني مر بعدة مراحل في خطاباته، بدأ بالتهديدات وبالتخويف وبأننا سنرجع إلى أيام الدم ونرجع إلى أيام العنف، لكن الشعب الجزائري أعطى درسا للسلطة وللرأي العام الوطني وحتى للرأي العام الدولي بأن هذا الشعب شعب متحضر وواعي وعنده نضج سياسي يفوت بكثير مستوى النضج لدى الطبقة الحاكمة اليوم في البلاد. ومن ثم أنا أعتقد بأن الجيش كمؤسسة لا أعتقد أنها ستتخندق في صف السلطة، بل إنها ستتخندق في صف الشعب بأن تبقى في مهامها الدستورية، لأن الانتخابات ليست من مهام الجيش، حتى الإشراف وتأمين الانتخابات هي من صلاحيات وزارة الداخلية والتي تقوم بتسخير قوى الأمن والدرك الوطني، والجيش ليس له أي دور في العملية الانتخابية. ومن ثم أعتقد بأن هذا الخطاب لا محل له من الإعراب. طيب. وخاصة إذا كان يحمل جانب توجيه تهم إلى الشعب بأن هذا الشعب مغرر به وكأن هذا الشعب له من الوصاية من طرف قائد الأركان أو من غيره على هذا الشعب. الشعب اليوم خرج يقول أنا حر وأنا سيد وأنا ناضج وأنا فاهم ولا أقبل الوصاية من أحد. شكرا لك زبيدة عسور رئيسة حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي على ذكر خطاب قائد أركان الجيش
دكتور هادي سعدي الباحث الأستاذ الجامعي، يقول للزملاء دكتور سعدي أنك أجريت دراسة تحليلية في خطاب قائد أركان الجيش. الجزائريون ربما الخطاب واضح لهم برغم ما بدا أنه محاولات استدراك أو تصويب، مثلا لليوم الثاني اليوم وزارة الدفاع تصدر بيانا كأنها تصوب ما قاله قائد أركان الجيش بالنسبة للصورة للجزائريين الذين يرفضون السلطة، يرفضون استمرارية بوتفليقة والنظام، كأنه قائد أركان الجيش بخطابه واضح كأنه خطاب سيدهم السعيد بالتخويف العشرية السوداء ومع بقاء بوتفليقة ضمنيا بالإصرار على موضوع الانتخابات اليوم. السلام عليكم. الامر ليس بهذه البساطه، يعني هناك دراسه درتها ميديان سيرفي لاجونس تاع صاحبنا المدير تاعها سفيان مالوفي، درت دراسه كيفيه او كميه كاين يعني تحت عين الدراسه، يعني فيه مؤشرات ايجابيه ديجا كي يكون كاين خطاب ثم بعده خطاب ثم بعده خطاب، بمعنى انه نحن نتحرى الدقه في الكلمات، بمعنى هناك اللي راهو يكتب لا ادري من هو راهو متردد في استعمال الكلمات، بمعنى يعني يحاول ان يكون اكثر دقه، ومع العلم انه اكثر المتعلمين عندنا مزدوجي اللغه وكاين مشكل في مساله تدقيق الكلمات وتدقيق العبارات، لكن في الدراسه اكتشفنا باللي استعمل بزاف كلمه شعب مثلا، وكانت سياقات صح سياقات بعض السياقات سلبيه لكنها تدخل في سياقات مثلا وقت الارهاب كان الشعب هو الذي تتحمل الارهاب والذي يعني مر بعشريه دمويه اثرت فيه وكذا وكذا، لكن كي تشوف العبارات بشكل عام تشوف بلي انا في تقديري كاين هناك مؤشرات ايجابيه. طيب. على الاقل في مساله التردد هذا وفي مساله ولكن في هذا الموضوع لو سمحت دكتور، واضح انه يقول ان هناك اطراف تريد ان ترجع الجزائر الى تلك الفتره، من هذه لا طبعا لا يذكرها، من هذه الاطراف هذا الخطاب الذين ربطوه بخطاب سيدهم السعيد انه هو اللي كان يتحدث انه العوده للارهاب ويستفز الجزائري مش راجل هو اللي يدعم بوتفليقه، ويحيى هو الذي استعمل نفس الخطاب، ولد عباس هو الذي استعمل نفس الخطاب، ودائما القوى الخارجيه وغيرها، مع ان الجزائريين بالعكس خطابهم واحتجاجاتهم على السلطه وعلى التدخل الخارجي، حتى لما أصدرت أمريكا وأوروبا وفرنسا بأنه بحرية التظاهر في الجزائر قالوا لا هذا شأن داخلي، في مقابل بالعكس الاتهامات موجهة لمن يريدون العودة الخامسة أنهم هم الذين يعقدون الصفقات مع الخارج ومع فرنسا بالذات. لا هو المفروض اللي يتكلم الآن هو السياسي، لكن إذا تركت الأمر للجيش باش يتكلم يصدر بيانات سياسيه، الجيش عنده مهام واضحه، يعني يتكلم الجيش بالنسبه له كاين اعداء، يعني لماذا هو يتدرب ليتصور بانه فيه اعداء، اذا ادخال بعض العبارات تاع مساله كاين اطراف خارجيه وكذا هذا من ابجديات، يعني من ابجديات الكلام عند كل عسكري، كل من تكون امنيا يعتقد بانه فيه خطوره ما سيستغل هذا الحراك كذا كذا، يعني لكن اليس هذا الحراك هذا الحراك تخرج خرج نعم. خرج هذا الحراك بالعكس ضد من يراهم هم الذين يهددون الامن القومي البلاد، هؤلاء الذين يهددون الجزائريين بالمحشوشه وبالارهاب هم الامن القومي الذين يهددون الامن القومي البلاد، هم الذين يصرون على ترشيح أكيد. رئيس مريض أكيد. وبطانه فاسده أكيد هذا أكيد هذا الذي أخرج الشعب، يعني هو الفساد واضح، العهدة الخامسة واضح بأنها تعدي، عندنا 4 سنين و5 سنين وحنا نقولوا باللي الذي يستعمل أو يستعمل القوة ضد الآخر هو السلطة هي اللي تستعمل ماشي الشعب، يعني العكس، بمعنى اللي هو أجريسيف الآخر السلطة، لأنه أنك تقدم لنا وزراء
يقولوا كلام مستفز انك تقدم لنا كذا، هذا مفهوم. لكن انا الان في سياق تحليل الخطاب، بمعنى انا احاول ان اجد مؤشرات ايجابيه. مثلا نقرا لك جمله: ما دام الشعب الجزائري ينجب شبابا امثالكم، يقصد هذو اللي يديروا في المسيرات، وامثال كافه افراد الجيش الوطني الشعبي، لانه افراد الجيش الوطني الشعبي هم شباب كذلك، وهما جيش تاع لي زابلي تقريبا، يعني ثاني الجيش الوطني الشعبي الذين يعلمون علم اليقين اين هم اعداء الشعب ووطنهم، ويدركون مكائدهم وابعاد عليهم ان يدركون مكائدهم وابعاد دسائسهم، ويعرفون بالتاكيد كيف يحفظون حرمه تاريخهم الوطني. بمعنى كاين مسؤوليه على الشباب اللي راهم في الحراك، وكاين مسؤوليه على الشباب اللي راهم، لانه انت كي تشوف الصوره حراك شعبي امام شرطه، والشرطه شاب، والحراك الشعبي شاب. طيب حب يقول المسؤوليه راهي مشتركه، ولكن حتى في الشعارات، في الشعارات جيش شعب خوا، ولكن حتى على مستوى الشباب الجزائريون يشاهدون انه يتم طبعاً اخراج طبعاً الى التقاعد او احاله للتقاعد ضباط شباب 48 سنه، بينما قايد صالح تقريبا 80 سنه، وبعض الجنرالات ما زالوا تجاوزوا 70 سنه ويزحفون على الثلاثين. لا هو التناقض، هو التناقض موجود. يعني هذه الملاحظات هي التراكم التاريخي او اللي كان في الفتره الماضيه هو الذي ادى الى الخروج هذا. انا اظن بان الوعي، كي نقولوا احنا الشعب وعى، واش معناتها وعى؟ معناتها صرا له تراكم اخطاء حدثت سكت عنها طيله سنوات، ثم الان كانت عنده وقفه تاريخيه باش يخرج يرفض كل هذا. بمعنى انه وهذا هو الوعي، هذا واش معناتها الوعي. لذلك نقولوا احنا بان الشارع اليوم اوعى من السلطه، الشارع الان طيب يفهم ويعرف. الان كي تمشي اليوم كنت في المكتبه الوطنيه، كنت في الشارع، دخلت طلعت في البيوس كذا، تلقى بلي الناس الان عندهم خطاب نسميها انا عوده الوعي. بمعنى الان كاين هناك عوده للوعي وعوده للسياسي، لانه عندنا شهر ما كان حتى واحد يهتم بالشان السياسي. الان ولا كاين اهتمام، ولا كاين حوارات بين الطلبه، حوارات بين الاساتذه والطلبه كذا، ولا كاين حراك سياسي، ولا هذا الى الان ماهوش مفهوم من السلطه. طيب لماذا؟ انا سؤال اخير حالفت وانا قلتها. سؤال اخير دكتور هادي لو سمحت، لانه لا يعود لضيوف الاخرين. اعتقد عفوا. نعم لان الوقت يضغط علينا فكرة. فقط لان الوقت يضغط علينا. معليش احاول ان اربح الوقت. تفضل. سؤال اخير، في اعتقادك نعم. تترى بأن هناك نعم. تطور في خطاب الجيش من خطاب المغرر بهم إلى تطلعات الشعب، هل يمكن أن يصدر بيان آخر أو خطاب آخر واضح من الجيش يعبر عن تطلعات شعبه، واسمه الجيش الوطني شعبي، الجيش الوطني الشعبي شعبه يقول نريد انتقالا سلسا، نريد تغييرا حقيقيا، لا لبوتفليقة لا لهذه المنظومة، والجيش الوطني شعبي على العين والرأس. هل يمكن أن نسمع هذا الخطاب واضحا جليا، وليس خطاب الأيادي الخارجية والعشرية السوداء وانتخابات والحرص على الانتخابات، وهي ليست مهام الجيش مثل ما كانت تقول زبيدة عسول؟ هي ماشي متفق مع واش قال زبيدة عسول. ديجا هي كانت مع جنرال ما عندهاش بزاف، خرجت من الوسم تاعو، وتقول لك هي الحكم ليس عسكري، لكنها ذهبت مع عسكري لانها تفهم بانه فيه خلفيات عسكريه للحكم. المهم في تقديري انه الوعي الشعبي هذا سيجبر السلطه. انا في تقديري باللي كثره البيانات دليل على الارتباك. كثره البيانات دليل على كاين نواه ماهيش متفاهمه، كاين مجموعه راهي تتكلم وراهي تقترح اشياء، لكن ما كاش اتفاق. لكن انا اظن بانه لو زاد الشعب صبر على واش راه يدير، يعني يكون طول النفس في السلميه وفي المسيرات وفي كذا، نظن بانه الانحياز، وهذه قالها في البيان تاع قريته اللي قريناه اليوم، الانحياز سيكون للشعب، لانه كاين رساله كما قال لي الاستاذ حنطابلي يوسف عالم اجتماع معايا يقري معايا، قال لي بانه هي رساله للغرب، بمعنى انه نحن لا نستطيع أن نتحكم في هذا الحراك الشعبي حتى لا نعود إلى تجربة 91. بمعنى الحراك هو بقوة لحد أنه مش ممكن تتحكم فيه. بمعنى لازم تلبي له المطالب، لأنه الاتحاد الأوروبي كي أصدر بيان مع الولايات المتحدة اليوم، دليل بأنه كاين نوع من حسبة فيها أطراف عديدة
يجب أن يتكلم معها البيان أو البيانات التي ستصدر هذه الأيام. فيها أطراف عديدة لازم، لأنه مستحيل يكونوا الغربيين مع الحركة الشعبية، مستحيل، لأنه كاين دائما حزبة سياسية ليشكون الغربيين. فرنسا موقف، فرنسا موقفها واضح، كان مع العودة الخامسة تسريب مغرب انتليجنس، اليوم كذلك نفس الموقف الفرنسي تقريبا، يعني كأنه بوغطاي يتحدث عن الاختيار الشعبي، لو دريون وزير الخارجية الفرنسي يتحدث عن الانتخابات، يعني الصورة واضحة، الغرب مع السلطة بالنسبة حتى للمحتجين. الإشكال كله هو في هذه الحسبة، بمعنى أنه لما كانت مصر بعيدة كان 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 الرأي مع أنه يكون فيه حل عسكري، لكن في الجزائر كان قرب من فرنسا، كان قرب من، وكان شروط أخرى، بمعنى أنه الشعب محصن من أنه يسقط في تجربة العنف، كان نوع من كان شباب كثير في يعني أكثر الشعب هو شباب، كان نوع من الوعي يشوفوه في المسيرات، يشوفوه في لأنه ذكرنا تحت المجهر، تحت مجهر أوروبا والولايات المتحدة، ذكر بمعنى أنه تحت المجهر يعني أنه الجيش، لذلك هو يتردد في مسألة اختيار الكلمات، لأنه كاين هل يحسن التعامل مع لأنه لازم يرضى عنه باش يحسن التعامل مع الحراك الموجود. شكرا لك دكتور هادي سعدي الباحث الأكاديمي. سفيان شويطر ما رأيك في هذه القراءة؟ طبعا بالنسبة للذين خرجوا ضد هذه المنظومة، هم يعتقدون جازمين أن هذه المنظومة ما كان لتبقى بدون حماية الجيش، المؤسسة العسكرية، وأيضا بدون غطاء أجنبي، ليس كذلك؟ الصورة واضحة، الذي يحاول استعمال فزاعة الغرب والأيادي الخارجية، القصة لا تنطلي على الجزائريين، ليس كذلك؟ أكيد أن المنظومة الحكم لا يمكن أن تبقى في الحكم لو لم يكن لديها تأييد من قبل الدول الكبرى ومن قبل العسكر، هذا شيء مطلوب. ولكن بالنسبة للجانب الخارجي، في حقيقة الأمر المواقف قد تتغير مع تغيير ميزان القوة. إذا وصل الحراك السلمي بضغطه وأصبح كما قال ضيفك الكريم يعني طول النفس، يعني الناس ستواصل النضال وتتوسع الحراك، من المحتمل كبير أن المواقف تاع بعض الدول الكبرى ستتغير، وتتغير حتى من حيث الحدة فيما يخص النظام. نعطيك فقط بالنسبة للقراءة للمواقف، تذكر الرسالة اللي منسوبة لرئيس بوتفليقة عندما أعلن سوف يترشح واللي أدى إلى الحراك 22 فبراير، كان أذاك وضع في الرسالة تاعه أجندة، وهي بعد الانتخابات ولم يتكلم على تقليص لمدة سنة، وإنما انتخابات إذا كان فاز سينظم ندوة وطنية أو ندوة الوفاق الوطني، ثم يتم تعديل الدستور من أجل تأسيس منصب نائب رئيس للجمهورية، وكان هناك الكلام على ما يسمى باستمرارية الحكم، يعني في نوع من التغيير مع استمرارية الحكم. الرسالة الثانية اللي نسبوها أو منسوبة إلى رئيس بوتفليقة عن ما قدم الملف تاعه أو قدموا له الملف تاعه أمام المجلس الدستوري، أصبح يتكلم بشكل مغاير. أولا عاد يتكلم على أن لمدة سنة فقط يبقى للحكم ويجرى انتخابات مسبقة، بدأ يتكلم على أنه يستجيب لمطالب الشعب في تغيير النظام، ما بقاش نتكلموا على الاستمرارية، ما بقيناش سمعنا بكلام إحداث منصب رئيس الجمهورية. أعتقد نوع من التغيير، ولكن تغيير تكتيكي بالنسبة الآن، لأنه العلامات لا تؤدي إلى هناك حسن نية في النظام في التغيير أو الانسحاب أو القيام بإجراءات لتسليم السلطة، ولكن في نوع من التأثير. هل هناك تأثير بسبب انقسامات حادة داخل المنظومة الحكم؟ أعتقد وجود ذلك انقسامات داخل منظومة الحكم، ولأنه من بين الأهداف الحقيقة الأمر، من بين الأهداف النضال السلمي أو المقاومة السلمية، المقاومة المدنية السلمية، هي إحداث انقسام داخل المنظومة الحكم، وعند تنقسم منظومة الحكم يضعف النظام، وبالتالي طيب. وهنا في هذا الصدد فاينانشال تايمز أستاذ سفيان شويطر تقول حجم الاحتجاجات أربك النظام في الجزائر،
وتتحدث لوبس مجلة لوبس أنه الفرنسية أنه هؤلاء هم أمراء النظام الذين يحكمون ويتمسكون ببوتفليقة. تتحدث عن عائلة الرئيس وتذكر معلومات مثيرة عن أخته الوحيدة زهور التي عملت كقابلة والتي تتولى الآن العناية بالرئيس بوتفليقة في إقامة في السابق في إقامة زيرالدا الآن في جنيف. أيضا تتحدث عن العسكر الجيش القوى الأمنية المخابرات وإن تراجع دورها بالنسبة لها. وكذلك تشطر الرأي فاينانشال تايمز أنه لم يعد هناك التأثير في مقابل دخول رجال أعمال. تتحدث عن كونيناف عن علي حداد هؤلاء الرجال الذين تكسبوا أصبحوا مليارديرات في عهد بوتفليقة وبقربهم من عائلة بوتفليقة. تتحدث طبعا عن العائلة عن ناصر عن سعيد بوتفليقة هو الذي يسمى كما تقول مجلة لوبس بأنه هو الحاكم الحقيقي للبلاد هو اللي عنده الكاشي. تتحدث عن شقيقه ناصر وأيضا تتحدث عن شقيقه الذي اختفى عن الأنظار عبد الغني بسبب تورطه في قضية الخليفة وغيرها من المعطيات يعني. ولكن هذيك شوف الأمراء هذو بالنسبة لهم هما الموجودين مش إيديولوجية اللي تحكمهم ما همش مثلا كالتنظيم أو كالنظام السياسي الإيراني اللي هناك إيديولوجية الناس مستعدين للتضحية من أجل البقاء للسلطة. نفس الشيء بالنسبة لمثلا الإيديولوجية اليسارية في فنزويلا ماديرو عنده أنصار ومستعدين للتضحية من أجل البقاء النظام الاشتراكي هذو عنده مصالح. شوف الاف سي يو تاع حداد يقال انه فيه استقاله تامه تاع الاعضاء اللي كانوا موجودين في المديريه وبالتالي المنظومه هي هشه كثيره يعني وبالتالي الحراك يمكن ان يقضي عليها وهذا ما بدات بعض الصور تبان في بالنسبه للتاثير هذه الامراء بدا نوع من التفكك والهروب والانسحاب من المنظومة. حتى شفنا أن منظمة المال القدماء اللي فيها يترأسها ولد قبيلية اللي كان وزير داخلية سابق لبوتفليقة الآن يؤيد الحراك الشعبي ربما محاولة منظمة المجاهدين كذلك يعني لافت. هل هناك ربما دعني أطرح هذا السؤال على نور الدين بلالحي الآن على المستوى الشعب الجزائري يريد التغيير ولكن ليس له حق يعني هناك من فسر ربما تمترس المتمترسين للبقاء في السلطة خوفا من المحاسبة. الشعب الجزائري يقول لهم خلونا نعمل الانتقال الديمقراطي والشعب الجزائري ليس حقود ليس كذلك وأن التشبث بالبقاء في السلطة سيضر البلاد. هي حقيقة النظام من ناحية سقوطه وتنازل على الحكم خايفين من المحاسبة هذه حاجة ظاهرة لأنهم 20 سنة فساد وكان اللي كانوا قبل بوتفليقة وهم يسيروا داخلين في الفساد ولكن احنا نسيوا كيفاش نتجاوزوا هذا الشيء لأنه كما يقولوا الإخوة الآن كانت تقول الأستاذة زبيدة عسول باللي ما هي راهي ضد الانتخابات و سيغوتيغي دي مسيغ ديري والاخ الكريم قلت باللي كاين اللي قلت باللي لازم نكملوا. هي حقيقه انا في ظني لازم نحبسوا كل شيء ما كاين لا انتخابات لا والو خلاص ما بقاش انتخابات ما عندهم حتى مصداقيه المجلس الدستوري ما عنده حتى مصداقيه حتى ما كاين حتى مصداقيه في الانتخابات واش ما كومباني الكترون راح يعملوا بالصور تاع بوتفليقه في الطريق يخرج الشعب يقطعها شكون هذا اللي راح يفوتي دونك الانتخابات ما عندهم حتى مصداقيه والحكام هذو اللي يخافوا على التنازل على الحكم صح سي نورمال يخافوا لانه عندهم عائلات هما حياتهم جا هما في كلوب ديبا حياتهم جا هما بلي ديركتور يخافوا. انا كيما قلت نحكي لك بعد قليل ويحيى يقدر يخرج في الشارع من المستحيل في فرنسا ما يقدرش يتمشى في لي شانزيليزي ولا في اوبرا ولا لانه هما يعرفوا غير الجزائر وباريس وجنيف او شي يعرفوا من المستحيل. وباش نتكلموا على فرنسا ولا امريكا لازم فرنسا تكون عندها ان بوزيسيون كلير ما يقولناش حنا مع المتظاهرين اللي يطالبوا في الديمقراطيه
يحكوا لنا على لي كونطرا اللي داو في الصحراء، عطوا دي بوزيسيون كلير، باسكو هما يمشوا مع الجزائر مع لي جيسين ونون كونطرا فقط، لا يجوا ديمقراطيين ولا يجي عسكر ولا يجي بوتفليقه ولا هما المفيد ليهم لي كونطرا سي تو. وشحال من فيزا يمدوا الجزائريين؟ دونك صح هاد الحكام هادو اللي راهم درك هنا في الحكم خايفين لابري، خايفين المحاسبه، وعندهم ما يخافوا باسكو عندهم ما داو، عندهم ما داو، عندهم ما حجروا ثاني، حجروا بزاف، حجروا الشعب، حجروا دي كوميرسون، حجروا دي زاندستريال، حجروا دي بوليتيسيان، حجروا بزاف، وقعت فيها حجره بزاف. دونك صح يخافوا خاطش على بالهم واش داروا، وصعيبه بزاف باش يطلقوها، صعيبه بزاف لانهم درك راهم جهلوا. يعني نتكلم، سمحوا لي نتكلم بالدارجه بصح المستمعين تاعي كامل يفهموني. هاد الحكام هاد دير في بالك بلي راهم جهلوا خلاص، راهم كي تحكوا المظاهرات واش يحكوا؟ يقول شفت واش تسروا، ما تسروا والو، كانوا 10 دي فوي من عارف منين بعثوهم الحكومه، بعثوهم الناس باش تسروا حانوت هنا كيما سان جورج. ما يقولوش شوف الشعب اللي خرج، ديجا ميم لو ديسكور تاعهم جهلوا كومبليتوم. راهم وهادو ما راهمش بزاف، راهم غير 40 فقط. طيب خليك معنا لو سمحت نور الدين برارحي، عود اليك لو في الشكاوي، ما راوك في هذه في هذا الموضوع اللي خايفين يحاسبونا؟ الشعب الجزائري يريد تغيير ولا يريد الانتقام، بالعكس هؤلاء هم الذين يرهلون البلد، أليس كذلك؟ يعني اولا انا نحكي لك بنظره شبانيه وعلى عموم الشعب واش يشوف، لان اخطا من ان يعتقد ان الشعب الجزائري ليس له وعي. هما في قضيه خايفين وليس خايفين، يعني احنا مازال في صدد تطلعات تاع الشباب ان نوصلوا لمحاكمات شعبيه وان نراجعوا اتفاقيات، ولما لا اتفاقيات قديمه حكمت على الجزائر بالاعدام، يعني حكمت ان المشيه تاعنا بعد تكون معوجه. احنا الان في مرحله ماذا بعد؟ وانا رايحين احنا قاعدين نشوفوا الطبقه السياسيه كيفاش قاعده تتحدث ما شاء الله وتحليلات، ولا لحد الساعه ما عطوناش مشروع يقودنا الى الامام. طيب ولكن اذا كان لو كانت هناك نوفل، لو كانت هناك اراده لمن هم في السلطه لتحقيق هذا الانتقال الديمقراطي، كفى خلاص انتهى هذا الفيلم. لا يمكن فرض رئيس مريض. اليوم صحيفه لا تريبين دو جنيف تنقل مع انه يعاني مشاكل عصبيه وتنفسيه، حياته مهدده بشكل دائم بسبب تدهور ردود افعاله العصبيه. ننقل الصوره اللي هذه هي الشهاده الطبيه، وجود خطر حقيقي يعني لتحول الغذاء الذي يتناوله الى المسالك التنفسيه، مما يمكن ان ينجر عنه التهاب رئوي حاد. الاضطرابات العصبية لبوتفليقة هي نتيجة حتمية لتقدمه السن، ولكن للجلطة الدماغية، الالتهابات الرئوية لحمايته منها يعالج بالمضادات الحيوية، وأخطر في ذلك أنه المرض حسب المصدر الطبي للقناة للصحيفة السويسرية لبوتفليقة مقلق على صعيد مهامه السياسية، كونه يعاني من فقدان القدرة على الكلام وفقدان جزئي للغة. الصحيفة تقول أن بوتفليقة يبدو عليه أنه يفهم ما يقال له، لكنه من الصعب أن يفهم ما يقوله هو، ويجب التمعن جيدا في شفتيه. يعني هذه هي الصورة، صورة رئيس مريض. هذه عندها عدة مواضيع وعدة دلالات أننا أصبحوا يستهزأوا بنا ويستكبروا في العقول. نحن في بداية الحصة قلت لك باللي الشعب حاليا قناع باللي لا تراجع لهذا الخمسة، لا تهمه الحالة الصحية لعبد العزيز بوتفليقة، لأنه بالنسبة له رأى بعينه ما هو أمامه، يعني هو تكت في العهدة الرابعة قال ممكن يحشموا ويتراجعوا، ولكن أنا ولات وقاحة، يعني أعذرني على هذا اللفظ، ولكن ولات وقاحة واستهزاء بالشعب، وهذا كله راجع إلى ماذا؟ نرجع إلى عدة تداخلات. حنايا كيقولوا لنا صحة الرئيس وهو نوصلوا للحالة الصحية، بالنسبة لنا راهي تفرعات لا تغني ولا تسمن من جوع. العهدة الخامسة بالنسبة لمعظم الشعب الجزائري انتهت، ولكن هو الآن رفع سقفه، سقف المطالب، اكفر بالطبقه السياسيه، اكفر بالمعارضه مع الاحترام للقله، المعارضه المفبركه، الان هو يشوف في مصير بين ايديه. احنا نحكي من قلب الواقع،
وبديناها من الأول. بعد معظم الشباب لسان حالهم يسقط النظام، نريد تغيير جذري. يعني حتى المطالب راهي تطورت الآن، هي ليست مختزلة في عرب بوتفليقة. احنا الآن قاعدين نشوفوا في دولة القانون انتهكت، لذلك لازم نرجعوا باش نرجعوا لها. وش يكون كيف تفرض على من كان سبب في الأزمة طيلة عقود انه يكون هو طرف في الحل نتاعها؟ طيب تتوقع الوقت يضغط علينا نوفل، سؤال أخير، تتوقع مليونيات في الجمعة المقبل؟ مش نتوقع، يعني نتوقع أنه راه عيد الأمهات وإحنا أطلقنا هاشتاج، يعني راح نهدي وأحسن هدية لأمهاتنا أنهم تنجبوا رجال صح يخافوا على مستقبلهم ومستقبل الأجيال. هذا هو الرهان، هو راح يكون أكبر عرس ويكون الفيصل، مش غير التراجع على العهد الخامسة، ولكن راح يكون اليوم لغادي الأجمل للجزائر جميعا. لأننا احنا بابي نريد جزائرنا، جزائر العزة والكرامة اللي ماتوا عليها صح مليون ونص شهيد، وليس للناس اللي كانت الخبز بالشرعية الثورية واستغلتها للالتفاف على مطالب شعب. الآن الشعب واعي بالمسؤولية اللي تنتظره، هو من قبل كل الأحزاب والجمعيات أنها تنوب عليه لأنه أعتقد فيها ولو جزء من الخير، ولكن الآن صحيح قناع باللي الشعب الأمور زمام يده، أنه هو اللي يأخذه وهو اللي يدي روحه البلد الأمان، ما يستنى حتى واحد يديه. شكرا لك نوفل شكاوي من تنسيقية البطالين. عبد العزيز شلالي الناشط الحقوقي ينضم إلينا. عبد العزيز شلالي، الشعب قال كلمته وسيقولها، يقولها يوميا في الشارع وسيقولها بشكل أعلى كذلك يوم 8 مارس. نعم، بعد بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لقناة المغاربية وطاقمها الكريم وتحياتي للضيوف الكرام المشاركين في هذه الحصة. أخي نعود نرجع للكلام الأول تاع الحراك الشعبي الذي خرج بكل سلمية جميع الولايات. هنا نشوفوا الخرج اللي خرج به هذا الشعب اللي كنا قطعنا الياس بان الشعب هذا راه في شبات. فاجئ الانظمه وفاجئ هاد الاحزاب المطبله والمضمره للعهده الخامسه. اليوم هذا الشعب كانت له بصمه كبيره ان قال كلمه ضد هذا النظام المستبد، النظام الذي ضرب اخواننا الاساتذه والمعلمين والاطباء، وهجر النخبة المثقفة، وهجر الشباب على قوارب الموت. اليوم هذا الشباب وهذا المحتجين في جميع الولايات كانت لهم حاجة تاريخية دخلوا بها التاريخ من بابه العريض، أن يقول لا مكان لك بين هذا الشعب الذي عانى من 20 سنة حبرة وتهميش وتهجير. اليوم وغدا سوف نبقى في الشارع محتجين إلى يوم رحيل هذا النظام الذي عانى منه الصغير والكبير. اليوم وش أنا نشوفه؟ ركوب الأمويرة وعندها إطلالة مستقبلية أنها شافت بعض التنظيمات أنها ركبت الأمواج لا لشيء ولا لمحبة هذا الوطن، بل لتغيير اللون وتغيير جلد هذا النظام. يعني انت في رايك عبد العزيز تشك ان هناك من يريد ركوب ربما محرك من قبل السلطه من داخل السلطه في محاوله لركوب موجه الحراك الشعبي، ام انه هناك من راى ربما منه صحو الضمير وباب التوبه الشعبيه صح التعبير مفتوح، يعني اللي كان غلط وغلطوه الان يرى وينضم الى الشعب، ما رايك؟ معليش هذه نقطه مهمه، ولكن لما لا نسمع كلام يقنع باللي انهم تابوا على ما فعلوه وتابوا لتضليل هذا الشعب؟ لماذا لا نلتمس منهم جرأة حقيقيه في القنوات انهم ينفضوا الغبار على ما فعلوه وانه بجلوا وهللوا لهذا النظام المستبد الذي عانت منه النخبه المثقفه؟ ما زال عندنا مدونين في السجون، ما زال عندنا نخبه قد كتبوا حرف في فيسبوك ما زال في السجون. علاه ما يهضروش على هاد الناس، هاد النخبة اللي راهي تعاني؟ المشكلة تاعنا وراه هاد الناس إذا تابوا فإن الجزائر للجميع، فإن الشارع للجميع، فإن الاحتجاجات للجميع، ولكن نلتمس منهم الحقيقة أن يخرجوا للشارع ينددون بمحارب 20 سنة
ويكفروا على الغلطه هذه اللي داروها بانهم طبلوا ودمروا هذه طيب. الاستمراريه. شكرا لك عبد العزيز. عبد العزيز للاسف الوقت ادركنا. سؤال اخير نور الدين برارحي، حدث ما حدث، في كل تاريخ الشعوب تحدث اخطاء، اليس هل الوقت الان لتصحيح؟ حان الوقت. الجزائريون يريدون بكل تعقل وسلميه تصحيح كل اخطاء. الجزائر لها كل الخيرات والمساحات والافاق لتسعى الجميع، ليس كذلك؟ حتى من اخطا في السلطه بالعكس هي فرصه ليتصالح الجزائريون، والجزائريون ليسوا حقودين، ليس كذلك؟ وتتكاتف كل الجهود لتحقيق هذا الانتقال وهذا التغيير الذي سيخدم الجزائر، يجنبها كل القلاقل ويفتح الافاق امامها ويفتح تاريخا جديدا هي التي صنعت التاريخ. بيان سور جوزنا 10 سنين تاع ارهاب، كنا الجزائريين هنا يتقاتلوا بيناتهم يا يو الاكستريميزم، جوزنا بزاف وكانت لا كونتور سيفيل، الحمد لله رانا مهنيين لا كونتور سيفيل، نرحموا على الشهداء اللي ماتوا من الجيش والشرطه والشعب والدرك، نترحموا عليهم اللي هما اللي جابوا لنا هذا الامن اللي راهو الان، الشعب اللي مات بوندون لي ديزون تاع تيروريزم. وصح الجزائري المسامح كريم، نسامحوا لهم ونديروا كونفرنس ناسيونال اورغانيزي بار لا سوسيتي سيفيل، ماشي اورغانيزي بار لو بوفوار هذا اللي مازالوا هنا اللي ما حبش يروح، نديروا كونفرنس ناسيونال. بصح لا كونفرنس ناسيونال هذيا ما لازمش يكون فيها لي زيستريميست، ما لازمش ندخلوا فيها كل واحد، ما لازمش تكون كاكوفوني، لازم نديروا نورغانيزي اون كونفرنس ناسيونال اورغانيزي بار دي جون سيريو. يعني هي القصه كلها قصه اراده في التغيير، وكل الشعب الجزائري يجب ان يقول كلمته، كل الاتجاهات من حقها ان تعبر، اليس كذلك؟ الجزائر في النهايه جزائر الجميع. الوقت ادركنا الوقت ادركنا للاسف نور الدين برارحي، نشكرك جزيل الشكر. وهذا ما يطلبه الجزائريون الذين خرجوا، جزائر حرة ديمقراطية، جزائر تسع الجميع، جزائر تتعلم من أخطائها من دروسها لتحقق التغيير الذي خرج من أجله الشعب الجزائري، ليصنع تاريخا جديدا، فصلا جديدا من التاريخ، ويقدم صورة مغايرة للذين حاولوا فرض إرادة من سلطة تكلست من ديناصورات أرادوا البقاء يتصدرون المشهد. الشعب الجزائري قال لا كفى، يريد جزائر تعبر عن هذه الجزائر التي شاهدها العالم، جزائر تحركت في كل أنحاء العالم، في كل أنحاء العالم، لن نبالغ لو قلنا تحركت في كل أنحاء الجزائر، وفي كل أنحاء العالم لم نبالغ لو قلنا أنهم تحركوا في الولايات المتحدة في نيويورك وقفة رمزية، تحركوا في فرنسا طبعا بشكل لافت في باريس، تحركوا هنا في لندن، تحركوا في ميونيخ كذلك بشكل رمزي، تحركوا في سويسرا في جنيف، وفي جنيف صنعوا الحدث في هذا المستشفى الذي يرقد فيه بوتفليقة، وإن كانت التقارير تقول الآن بأنه ربما عاد إلى الجزائر، ربما ساهم هذه الاتصالات من الجزائريين، بعضها حتى أخذ بعدا طريفا في هذا المستشفى الجنيفي، مستشفى سويسري الذي لم يبني بوتفليقة مستشفى مثله، مع أنه مستشفى عمومي لو بنى مستشفى خلال 20 سنة من حكمه لعالج ربما فيه. إلى هنا نأتي مشاهدينا الكرام إلى نهاية هذه الفقرة من هذه التغطية، مني ومن كل الفريق أجمل التحايا، إلى اللقاء.